عام 2024 هيكون عام وسائل النقل الأخضر المستدام، يعني وسائل نقل صديقة للبيئة، يعني اللي هنستعمله فيها لا هيكون فيها انبعاثات ولا هتكون مضرة وهتكون صديقة للبيئة. وصدقوني مصر يعني في خلال 2024 ومن 2023 هيتغير شكلها في حاجات كتير خاصة بالنقل. هيكون مثلا تم تشغيل مشروع المونوريل بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، ده في 2024. من المقرر أنه يعمل المونوريل من مدينة نصر لحد العاصمة الإدارية الجديدة شرق النيل، وده هيكون في شهر أكتوبر 2023. يعني خلاص، يعني زي السنة الجاية دي على طول في أكتوبر هيكون المونوريل بدأ يشتغل من مدينة نصر للعاصمة الإدارية، وهيبدأ تشغيل المونوريل في 6 أكتوبر من المهندسين، 6 أكتوبر المهندسين بحلول 2024. فطبعا هيبقى الشكل مختلف تماما في وسائل النقل. الأفضل من كده كمان، مش مجرد وسائل نقل تدخل الخدمة ولكنها صديقة للبيئة. دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس لديه تفاصيل أخرى. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ شفقي على حضرتك والمشاهد الكريم، وربنا يحفظ مصر، وكل عام ومصر واهلها بخير وسلام. اكيد انا ببقى سعيده لما نتكلم عن انجازات، وانجازات الطرق بقت الحقيقه ملموسه محسوسه. الناس كمان منتظره يعني المونوريل تحديدا، لان الناس بتتابعه، وطول ما هي ماشيه سواء من منطقه مدينه نصر للعاصمه الاداريه او منطقه اكتوبر المهندسين، فالناس مترقبه هذا العمل. كلمنا عن التفاصيل. صحيح، يعني مصر اتجهت لمشروعات النقل المستدام صديق للبيئه، تمشيا مع طبعا استضافه مصر لقمه المناخ، وعندنا كما اشرت حضرتك مشروعات كثيره ليس فقط قاصره على المونوريل، لكن لو بدانا بيها نلاقي عندنا مشروعي المونوريل شرق النيل وغرب النيل. مشروع المونوريل شرق النيل هيربط تجمعات شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومرورا بمناطق مدينة نصر، وده هيكون طوله تقريبا 65 كيلو في 22 محطة. المونوريل كوسيلة للنقل داخل المدن وسيلة جيدة غير ملوثة للبيئة، لأنها بتعمل بالطاقة الخضراء أو الطاقة الكهربائية بما يطلق عليه الجر الأخضر أو النقل الأخضر. عندنا كمان المحطات معزولة عن حركة السيارات، وبالتالي الانتقال بالمونوريل أسرع لأنه ما بيتعطلش طبعًا في الإشارات أو التقاطعات أو خلافه طبعًا. كل محطات علوية والمحطات مزودة بسكليترز أو أسانسيرات أو سلالم كهربائية سلالم كهربائية أو مصاعد يستطيع المستخدم أن يصل إلى المحطة بسهولة ويسر. هيكون حل سحري للزحام، علاوة على أن قاطني المدن الجديدة ليس فقط العاصمة الإدارية، هيكون ده بالنسبة لهم حل أوفر وأرخص طبعا وأسرع استخدام السيارة وأرخص. حتى مالك السيارات هيتركوا سياراتهم طبعا طواعية الاستخدام ده، لأنها وسيلة جيدة منتظمة المواعيد وذات جودة مقبولة، وفي نفس الوقت التكلفة أرخص بكتير من استخدام السيارة الخاصة، خصوصا مع وأسرع كمان، لأنه كمان العالم تقدم، هيبقى فيها إنترنت، الناس تقدر تشتغل وتنجز في الوقت. أنا بس عايز أستأذنك في حاجة دكتور حسن، عندي على الصورة وأستأذن زملائي كده بس نشوف الصورة تاني. الأتوبيس الأخضر الجميل اللي موجود في شرم ده، الحقيقة الناس كلها بتسأل عايزين يشوفوه بقى في المحافظات يعني، وأنا عرفت إنه دي أعداد كبيرة، وهيتم بعد كده إنه الأعداد دي هتروح بعد كده إلى المحافظات. أنا عايز بس كمان أقول أضيف على كده إن ده كمان صناعة مصرية. صحيح. يعني هذه الأوتوبيسات اللي بتعمل بالطاقة الكهربائية تم تجميعها بالكامل في مصانع داخل جمهورية مصر العربية. ومكتوب عليها صنع في مصر، زي الأوتوبيس اللي بيمشي في لندن ده اللي مكتوب عليه صنع في مصر. وبالتالي أنا بشغل عمالة باخد التكنولوجيا الجديدة من حيث انتهى الآخرين. بقدر ان انا انتج منتج مصري بنسبه يعني مدخلات للصناعه في هذه المركبات تتجاوز 60% مدخلات مصريه من الجسم الاوتوبيس من او الحافله، يعني من الزجاج، من كثير من المكونات، من المقاعد. كل هذه الامور تم
تصنيعها وتركيبها في مصر، ما فيش غير التكنولوجيا اللي هي خاصة بالبطاريات الليثيوم الخاصة بعملية الشحن والمحركات الجر الكهربائي. واحنا طبعا برضو الموضوع مش بس بناخد الحاجات التكنولوجيا العالية، لكن كمان بيكون في نقل للتكنولوجيا عشان اقدر اعمل صيانة لهذه. اكيد اكيد. بالاضافة طبعا للنقل او الاخضر، عندنا مثلا مشروعات المترو اللي بيتم استكمالها، الخط الرابع اللي هيكون معظم محطاته في محافظة الجيزة في شارع الهرم، استكمال بعض مراحل الخط الثالث، والخط السادس هيتم البدء فيه. عندنا مترو اسكندرية كمان على قدم الوساط، جاري العمل فيه. لما نتحدث عن القطار الكهربائي السريع وحضرتك ذكرتيه، عندنا ثلاث خطوط، الأخضر والأزرق والأحمر. الخط الأخضر اللي هيربط العاصمة، هيربط العين السخنة بمرسى مطروح، مرورا طبعا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورا بمناطق أكتوبر والنوبارية والسادات واسكندرية والعلمين. هي هتبقى شبكة، وأعتقد 2024 هيحمل لمصر يعني شكل مختلف في وسائل النقل. دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. زي ما قلت لكم دايما، أنا ببقى سعيدة جدا في المشاهد بتاعت وإحنا بنتفرج في الصور، مشاهد إنه حركة العمل المصريين، الخوذة، العمال المصريين اللي بيشتغلوا. انت دلوقتي بقيت تشوف ده طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي، ما في حي فيك يا مصر او منطقة او شارع ما فيهاش شغل، ما فيهاش عمل. يعني كمية الاصلاحات والعمل اللي شغال طول الوقت في اماكن كتيرة جدا، تعرف ان البلد دي ما بتهداش، يعني هي نفسها مصر بتنافس نفسها. فإن شاء الله تفضل حركة العمل، ونستقبل 2024 بوسائل نقل كمان مختلفة، هتنضم كمان قبل 2024 2023، وبدأنا بالفعل بنشوف المترو بيتسلم على طول أول ما بتخلص أي مرحلة.